انا احصائيات مباراتين هليوبوليس اللي كانوا قبل المباراه دي، وبشكل كبير بنشوف ارقام اللعيبه. يمكن هركز على كايلا ليل المحترفه الامريكيه بصفوف النادي الاهلي، لان هي عملت ارقام يعني الحقيقه ما شفناهاش قبل كده، وانا كنت نوهت عندها في حلقتنا اللي فاتت من الابطال. يمكن هتكلم عن الماتش اللي حطت فيه، او الماتش اللي قبل اللي فات اللي خلص اكسترا تايم في هناك في الملعب او صاله هليوبوليس، حطت 51 نقطه. خليني بسرعه سريعه، ان هي لعبت 45 دقيقه، حطت او يعني توتال من محاولاتها اللي هو الفيلد جول، حطت 18 محاوله ناجحه من 28 محاوله، يعني بنسبه 64%، ويتش از رقم عالي جدا، نسبه عاليه. محاولاتها الصحيحه على الحلقه يعني لما 64%، دي ارقام حتى ما بنشوفهاش في الام بي اي، يعني في الام بي اي ما بنشوفش الارقام 64%، نسبه الفيلد جول دي بتبقى حاجه عاليه جدا. نخش في 3 بوينت، هنقسم بقى الفيلد جول لنقطتين وثلاثه، او الباسكت بنقطتين، وال3 بوينت اللي هي الرميه الثلاثيه. حطت 15 محاوله 2 بوينتس من 20، متخيلين النسبه 75%، نسبه عاليه قوي قوي ما شاء الله. يعني احنا مش عايزين نحسدها، لعيبه جامده جدا، وانا هحلل الارقام دي مع ضيوفي، ولكن اقولها لكم سريعا. يعني نسبه ال3 بوينت حطت 3 من 8، برضو انت هتقول نسبه بعيده، لا، نسبه 37.5%، دي نسبه عاليه جدا في الام بي اي، نسبهم ما بين ال30 وال40%، دي 37.5%. عندنا الفري ثرو او الفاول او الرميه الحره 12 رميه حره من 16، ودي عاليه برضو، نسبه 75%، نسبه عاليه جدا. طبعا عملت ريباوند 18 ريباوند، ده رقم برضو يعني ارقام دي انا ما بسمعهاش كتير، 18 ريباوند في البنات رقم عالي جدا. عندنا الاسيست 3، التيرن اوفر 3 بس، ما عملتش كور مقطوعه غير 3، 51 نقطه. يمكن كابتن عاليه